بصراحة يا جماعة ردود الفعل على الفيديو الأخير نزلته موضوع غربة أولياء الأمور وإحساس الأبناء تجاه أبائهم، والله يا جماعة شيء متعب. ردود أنا انصدمت لما قريتها، وفعلا الأب يعاني معاناة كبيرة في مكانين، في الغربة وتعب الغربة وثمن الغربة، ولما يرجع لعياله أيضا إحساس عياله فيه وطريقة تعاملهم معاه أنه هو مجرد بنك وليس الكل، البعض طبعا. هنا رسالة وجهها إلى عدة أطراف. الطرف الأول الأم الموجودة مع عيالها، يريت يكون لها دور كبير، وأنا عارف لها دور، ولكن تكثف هذا الدور وتفهمهم أبوهم ليش متغرب وتعب ويجتهد خلال الفترة هذه كلها. الرسالة الثانية إلى الكفيل بشكل عام، حاول من ناحية إنسانية أن تراعي أن هذا الشخص اللي عندك شغال هو حاليا عنده أسرة تنتظره، مش فقط زوجة، عنده أبناء لازم يحسون بأبائهم ويحسون بشعور الأبوة، وأن فعلا هذا الأب المتغرب اللي قاعد يتحمل ضغط العمل وضغط الغربة وضغط الابتعاد عن أهله عشان خاطرهم. والرسالة الثالثة إلى الأب نفسه، تواصلك الدائم مع ابنائك سواء بصوت وصورة أو بالصوت أو بالرسائل ترى مهم جدا خلال هذه الفترة، لأن والله العظيم كثير من الأبناء مش مقدر غربتك، وهو في باله أن أنت مجرد بنك نهاية الشهر تبعث له فلوس وبس، وأنت اللي قاعد تسوي شيء كبير يمكن ولدك اليوم ما يحس فيه. ولكن أنا متأكد إذا أنت قعدت وفهمتهم وشرحت لهم دورك بتكرار ودائما أعتقد راح يقدرون هذا الشيء أكثر. والرسالة الأخيرة للأبناء، ترى أبوك اللي تغرب عشان أنت تكون في المستوى اللي أنت عايش فيه اليوم، أبوك تغرب وتعب واجتهد عشان أنه يطلعك في أحسن صورة وأفضل حياة ممكن تعيشها. أرجوكم يا أبنائنا قدروا تعب الأب سواء كان في غربة أو في بلاده ويشتغل عشانكم، قدروا هذا الشيء. يعطيكم العافية، وآسف إذا انفعلت شوية.